وحنكمل في اجواء الرياضه واجواء الحماس بطريقه مختلفه، وذكرنا لكم في بدايه الحلقه انه في معتقدات خاطئه في الرياضات، وفي ناس ايضا متجهه الى الرياضه لاسباب كثير، هل منها الوعي الصحي ومنها للشكل فقط. خصوصا طراد انه شفنا في الفتره الاخيره كثير من الشباب واهتمامهم برياضه كمال الاجسام، هل تتوقع معانا انه هو ممكن يكون لمجرد الاستعراض او لوعي صحي؟ طبعا عشان نعرف اكثر عن هذا الموضوع اليوم معانا ومشرفنا في الاستوديو كابتن رامي افندي، حياك الله معنا في ساعه شباب. حياك الله كابتن، كيف امورك؟ ان شاء الله طيب تمام. حياك الله. كيف مخرج الكاميرا هنا مضبوطه صح؟ ممتاز. طيب نبي نعرف بس، يعني احنا في جدل دائما وابدا انه الشباب كابتن رامي، يعني اللي بيدخل نادي عشان شكله، اللي بيدخل نادي عشان والله لا والله فعلا عنده وعي صحي كافي، فايش رايك في هذا الموضوع؟ السلام عليكم. اول شيء يعني اغلب الشباب للاسف عندنا هنا اغلب المتجهين للانديه الصحيه بياخذوها عشان انا بغير شكلي، وعلى فكره هذا هو السبب الاساسي انه ما بيستمروا، لانه النتائج في هذه الرياضه في هذه اللعبه خصوصا كمال الاجسام النتائج بطيئه نوعا ما، فتلاقيه هو داخل عشان هدف معين، فلما بيشوف النتائج بطيئه فتلاقيه بييأس او بيفقد الامل، فتلاقيه يخلص او ينهي اشتراكه حتى ما يكمل اشتراكه، حتى لو وصل لمرحله معينه بعد كذا ما عاد يكمل. ممكن يوصل لمرحله معينه مو هي المرحله اللي في باله، بس يقول لك خلاص انا كذا اكتفيت وزي كذا، وتلاقيه برضه كنسل ما يعرف انه بعد فتره كل اللي وصل له في اليوم هذا راح يختفي ويروح. ممكن يحافظ عليه بس حيروح، يعني هو حيروح صح، لانه الجسم يعني هذا الجسم مثلا انت بنيت عضلات تمام، اذا الجسم يعني ما في ليش الجسم بيتكيف مع التمارين الرياضيه عشان كذا بيبني العضلات، فاذا انت ما في يعني ما اعطيت الجسم السبب او الدافع انه يحتفظ بهذه العضلات فالجسم حيبدا يتخلص. طبيعي هذا الشيء. صحيح طبعا. يعني طب كابتن نبي نعرف ايش هي اكثر فئه عمريه بتوجه للنادي اليوم؟ اللي بلاحظه انه اغلب فئه عمريه اللي هي من ال 20 لل 24 اللي هي الفتره الجامعيه، انه غالبا عنده وقت تمام، غير كذا انه بيحسن من شكله، بيحسن من يعني مظهره زي كذا قدام الناس. صار شيء اساسي يعني نقدر نقول عند الشباب. مظبوط. اي شخص يعني برضه على صعيد اخر، في ناس يعني تخجل من اجسامها وما تعرف كيف تبدا، وعندهم زيادات في الجوانب وجسمهم غير متناسق، خلينا نقول كيف ممكن يكسروا هذا الخجل ويبداوا بطريقه صحيحه؟ يعني ممكن هذا تقول له شيء واحد، تقول له انه اكثر الناس اذا ما كان كلهم في الدخل النادي ما بداوا بالمستوى او بالشكل اللي انت شايفه، بعضهم بدا عادي، بعضهم بعد زيك، بعضهم بدا أسوأ منك. أسوأ منك صح؟ ايوه. فمع ذلك لكن مع الاصرار والالتزام تحولت اجسامهم وتغيرت للشيء اللي انت شايفه دحين. حلو. طب كابتن يعني نوجه نصيحه للشباب كيف ممكن يبنوا جسمهم بالطريقه السليمه والصحيحه. اول شيء لازم تحط هدف، انت ليش رايح النادي؟ انت رايح هل تبي تنزل وزنك؟ هل تبي تبني عضلات؟ هل تبي تحسن من ادائك الرياضي؟ بعد ما تحدد الهدف حقك تعمل الخطه بمساعده شخص مختص، اذا انت ما عندك الخلفيه لانك تسوي ذا الشيء شوف شخص يساعدك سواء المدربين او اخصائي التغذيه تمام، يعمل لك الخطه اللي تمشي عليها. ثالث شيء والاهم انك تلتزم بالخطه اللي انت ماشي عليها. التزام والاستمراريه عليها. ويكون اكيد لايف ستايل. بالضبط. احنا بنشوف طبعا صور لك كابتن رامي في النادي، ابغى اعرف يعني كمال الاجسام او لعبه الحديد هي لعبه خلينا نكون واقعيين يعني هي ممله، نتائجها جميله ورائعه والواحد يستمتع بمظهره ويحس نفسه حتى يعطي ثقه لنفسه صحيح. اكثر، لكن ابغى اعرف ايش في حاجات في سوق النوادي الصحيه خلينا نقول ينقصنا، هل ينقصنا مثلا كلاسات معينه او يعني تمارين معينه نحتاجها ما هي موجوده كثير؟ والله شوف يعني اللعبة دي على قولك انت صحيح تقول هي مملة، لكن انت اول ما بتشوف النتائج انت لحالك حتلاقي نفسك ادمنت، تبي تكمل اصلا، تلاقي نفسك ادمنت. يعني الحين انا الحمد لله تقريبا 17 سنة صار عندي شيء اساسي، يعني صار لايف، صرت لما يجي يومين او مثلا فترة الاعياد او النادي او يقفل زي كذا انا اقعد يدي تاكلني، فخلاص زي كذا لما تصير لايف ستايل عندك تصير خلاص تتعود عليه، غير كذا لما تشوف النتائج حتتحمس. اذا في شيء ينقصنا لا الحمد لله ما شاء الله الاندية يعني ما قصرت، يعني عندنا الاندية فيها كل الامكانيات وانت تقدر تمارس الرياضه حتى لو في غرفه مترين في مترين من غير اي جهاز، يعني ممكن حتى لو بمنشفه تقدر تمارس الرياضه. ايوه صح. فكل ما زادت التجهيزات كل ما زادت عندك النتائج والتنويع عشان انت تكسر حاجز الملل بس. طب نبغى نعرف كابتن يعني كثير من الشباب والبنات ايضا بفتره اخيره صرنا نشوفه توجههم للنوادي الرياضيه صار اكثر من الشباب واهتماماتهم بالرياضه، فنبغى نتكلم عن الاخطاء اللي بتصير في التغذيه، يعني دائما نحن نسمع انه الجسم السليم في الغذاء السليم، فايش اكثر الاخطاء اللي ممكن تصير اذا كان الشخص حاب انه مثلا ينقص وزن او انه يرفع من الوزن؟
هو في مفهوم عندنا غلط انه انا كل ما اروح النادي كل ما ابذل مجهود اكثر كل ما انا حتحسن اكثر انحف اكثر اي كل حنحف او حتى حبني عضل تلاقي ناس يتمرنوا في الصاله ممكن ساعتين او شيء زي كذا صحيح وهذا اكبر غلط صح. اللعبه هذه الرياضه هذه خصوصا لعبه كمال الاجسام 90% في ناس تقول لك 75% لا انا اقول 90% منها تغذيه غذاء تمام ايوه لانه انت مثلا تيجي تحسبها تقسمها على اليوم انا بتمرن ساعه لكن بعد كذا انا عندي 16 17 ساعه في اليوم انا بعمل حاجه ثانيه بلتزم بالغذاء فالناس تستصعب انه يبذل مجهود على الدايت حقه او على الغذاء حقه لمده 17 يقول لك خلاص انا اروح اكرف ساعتين ثلاثه في النادي لكن الالتزام في الغذاء هو الاساس فيه هو اللي حيغيرك نسي حكايه انه الكرف في النادي فيها هدم للعضلات ما هو بناء ايه. البناء بيصير من التغذيه ومن هذا النوم هذا بيصير اجهاد ايه ممكن هذا الاجهاد اذا كان هدفك تبني عضل كذا انت حتهدم عضل اذا كان هدفك تخسر وزن كذا انت حتخلي جسمك مرحله زي يسموها سرفايفل مود في عندك هرمونات حتفرز كورتيزول هرمون الاجهاد هذا حتخزن دهون زياده فانت كذا ضريت نفسك من الجنبين بس طبعا كابتن رامي انت مو ضد حكايه انه انا مثلا ابدا لو شخص قال لنفسه والله انا ابدا التمارين الحديد ولا ايش ما يكون عشان شكل وبعد كده اتحمس يصير عندي والله لا هدف اني انا اكون مثلا يعني بوعي صحي وانه جسمي يكون بصحه افضل هو اهم شيء ياخذ الخطوه دي خلاص خليه يروح النادي خليه اول خليه يروح اول بعدين نتفاهم ايش مكان السبب ايوه بس يعني اذا كان يحدد هدفه اول انه انا مثلا ابغى اخليه حياتي هذا اللايف ستايل حقي او انه انا اتمرن لصحتي انا دائما لما حد يكلمني اقول له انت اتمرن انت اعمل اللي عليك والنتيجه حتشوفها لانه انت لو قعدت تتمرن حتراقب نفسك انا اعرف ناس والله العظيم عندهم هوس كل يوم يوزن نفسه كل يوم الناس اللي مرنتها كل يوم يوزن نفسه يقول لي انا كابتن اتصلت انا نزلت 200 جرام كابتن انا نزلت 400 جرام طب هذه مويه ممكن تكون والله بالجرام بيحسبه مو بالكيلو هوس هوس ايوه فهذا ييأس بسرعه لما يشوف نفسه مثلا اكل وجبه غلط اللي امس يجي ثاني يوم الصباح يوزن نفسه طب انت عندك املاح زادت ممكن طيب زاد مويه زادت زي كذا ممكن عضل زاد حتى او دهون نزلت فمو شرط يعني ايوه فلا لا تقعد مره كذا انت ما حد يقعد ماشي بالميزان في يدك يعني اهم شيء شكلك انت راضي عن شكلك بيتغير تمام لا وزنك على الميزان هذا سيبه على جنب والله انا عن نفسي افضل بهوس كذا ولا انه يقعد في البيت ما يسوي لا هذا هوس فظيع هذا يوصل لمرحله يأس ممكن ياثر كثير على نفسيته يكون هو تمرن انا تمرنت يوم السبت في يوم السبت في الليل اكلت وجبه غلط ثاني يوم لقيت وزني زاد طب ما هو منطق انا امس تمرنت طب انت ايش سويت في الليل صح هذا الشيء من الاشياء طب خلينا نتكلم كابتن عن المكملات الغذائيه اللي بيلجؤوا لها كثير من الشباب عشان يوصلوا لنتيجه اسرع بدل ما يقعدوا يتعبوا نفسهم ويتمرنوا كثير في النوادي فانا اخذ مكملات غذائيه اخذ اشياء بياخذوها في النوادي الحبوب ايش اسمها ترى؟ بروتين لا الحبوب أمينو. في امينو بالضبط هذه اللي بياخذوها كثير ف ايش رايك بهذه المكملات؟ المكملات بكل امانه يعني انا يعني بحثت في الموضوع ده كثير وجربتها على نفسي وجربتها على ناس ترى اذا انت التزمت بغذائك والتزمت بتمرينك ترى المكملات اذا كنت مثلا حتوصل نتيجتك فلنفرض انت اخذت 100% اخذت النتيجه 100% دور المكملات من ال 100% دي 10% 10% ان لم يكن اقل لكن الناس هنا عشان زي ما قلت لك ما يبغى يلتزم بغذاء ما يبغى يلتزم فيلجا المكملات حل هن حسب هي الحل السحري هي اللي حتوصلني هي مش مره معلومه غلط انا مكمل اصلا اسمه مكمل غذائي ما هو شيء يعني انا باخذ بروتين طب انا لو بدل سكوب البروتين ده اللي بحطه انا اشرب لي كاسه حليب او ماخذ لي مثلا 3-4 حبات بيض انت نفس ناخذها على مثال سريع يعني انا خلصت تمرين وعندي كاسه بروتين وعندي وجبه ايش الاولى الوجبه وبعد كذا اخذ البروتين في اي وقت تقدر تاخذ شكلك ترى تاخذ بروتين وحبوب امنيا وناخذ عضلاتك الحمد لله اكلي منظم والله عشان كذا بركز على حكايه الغذاء ومره مطاربني كلامه يعني حقيقه في ناس ما مستوعبه البروتين تقدر تاخذه في اي وقت مو شرط في ناس كما اقول لك لازم بعد التمرين لازم تاخذ واي بروتين السريع الامتصاص بروتين هو البروتين كابتن رامي افندي حقيقي شرفتنا وسعيدين بكل المعلومات هسه ان شاء الله الناس تكون استفادوا منها ان شاء الله يا رب والمرات ان شاء الله جايه اكثر عشان نعرف اكثر يشرفني اكيد نشكرك كابتن رامي افندي ومشاهدينا حنطلع فاصل قصير نرجع لكم بعد الفاصل